أنا علي صلاح من قرية بيجن. التحقت في سلك التعليم سنة 79 ولغاية 1999 كمعلم، ومن ثم كمدير لغاية 2019. في هذه الفترة الزمنية مع طاقم المعلمين قررنا أن تكون مدرسة بيجن الأولى في دولة إسرائيل. حققنا هذا الحلم، وبعد أن حققنا هذا الحلم خرجت للتقاعد والتحقت بسلك السياسة. التحقت بحزب ميرتس، وفي فترة زمنية قصيرة قمت بالعديد والكثير من المشاريع، منها 48 مشروع قانون، منها إلغاء قانون القومية، تجميد قانون كامينيتس، مشروع قانون إلغاء الضرائب عن الأدوية، وضع السقف لتكاليف التعليم في الكليات، مساعدة جميع المستشفيات في الضواحي، وأمور عديدة أخرى لصالح المجتمع العربي. مع أني كنت قد أقمت فريق كرة القدم مكابي بيجن مع بعض الزملاء في سنة 1979، ولكن في كرة القدم أنا عمليا مشجع وليس لاعبا يؤثر على النتيجة. ولكن في السياسة انضممت لحزب ميرتس لكي أؤثر على النتيجة النهائية، وهي توفير الموارد والميزانيات لمجتمعي من أجل تحسين المؤسسات التعليمية في المجتمع وللقضاء على التمييز المؤسسي ضد المجتمع العربي بأسره.